تبارك الله على الدكتورة. شكرا وبركاته. في اطار التعاون والتضامن ديالنا في حمله المساعده ضحايا زلزال الاخوان ديالنا بالحوز، رأت جمعيه برنسيسات بالمشاركه مع جمعيه طبيبه الشمال بتقديم مساعده مختلفه. هذه المره ما كانتش كتشمل مساعدات غذائيه ولا البسه بقدر ما كانت كامله مخصصه للمرضى والضحايا الزلزال. هذه المساعدات هذه كانت عباره عن ادويه، كراسي متحركه، اي حاجه اللي غادي تفيد المرضى، اسره طبيه. الحمد لله والشكر لله، القافله دازت على احسن ما يرام. الشكر كل الشكر للمحسنين اللي ضفرت الجهود ديالهم في هذه الكارثه هذه، والشكر للمغاربه كاملين من شمال الجنوب على ما بذلوه من مجهودات. يعني كاينين الناس قسموا داكشي اللي عندهم مع خوتهم في الحوز، وهذا ان دل على شيء كيدل على الكرم ديال المغاربه وعلى روح التضامن اللي فينا. الحمد لله والشكر لله. بالنسبه لهذه القافله هذه ما كانت هي القافله الوحيده، الحمد لله سبقتها ثلاث قوافل المساعدات. هذه القافله هذه ما كانتش هي الوحيده، الحمد لله سبقتها ثلاثه ديال القوافل المساعدات. الحمد لله والشكر لله، ربي وفقنا فيهم كاملين. طبعا الشكر الجزيل كنعاودها وكنأكد عليها للمحسنين اللي بينوا على الوطنيه ديالهم حب المغرب. الحمد لله والشكر لله. كنشكروا كذلك السلطات اللي سهلتنا المأمورية ديالنا، والحمد لله والشكر لله على هذه الجهود اللي ضفرت، والحمد لله والشكر لله على الاخوه اللي بينوا عليها المغاربة في العالم كامل. بالنسبة للمساعدات الحمد لله كانوا جوج درمايك كبارين وكانوا شاحنات. الحمد لله والشكر لله، هذه المساعدات ضمت بطانيات، ضمت الألبسة، أدوية، غذاء. يعني بالنسبة للمواد الغذائية كانت المواد الغير قابلة للتلف، هذه المواد هذه اللي كانوا الإخوان ديالنا في حاجة ليلة. القافلة الأخيرة عملناها ماشي حيت الناس الجنوب الناس الحوز اكتفوا من المساعدات، وإنما هم محتاجين، يعني الناس المتضررين محتاجين الدواء ومحتاجين العلاج. والحمد لله هذه القافله مشاو معها اطباء طبيبات على راسهم الدكتوره حسناء اسعود اللي غادي يشرفوا على المرضى حتى هما وغيتعاونوا مع الاطباء اللي متواجدين تما. تمام دكتوره.